عادل انت عارف دماغه بقى كانت 14 سنه كان برضه ان شاء معذبني يا الله. عم والله. المصحف كان معذبني، ده كان حاطط شنطه كور في شنطه العربيه فيها 10 كور يمرنك في اي والله مكان. العظيم. ماشيين بالعربيه يلاقي حته جنينه كده فيها نجيله وبتاع، يقوم مطلع كور وينزل اشتغل الحاجات اللي انت غلطت اتكلم بيها في بجد. التمرين. والله العظيم كان معذبني، بس والله يعني الله بص يرحمه يا الحمد سيدي. لله يعني فعلا هو اللي فرق معايا في حياتي. يعني انا بقول على سبيل الدعابه لا يعني، لكن طبعا هو طبعا طبعا لولا الله يرحمه يعني ما كنتش انا بقعد معاك دلوقتي هنا، ولا كنت بقيت حاجه خالص يعني. الله يرحمه ربنا يبارك له يعني، الله يرحمه. وربنا يخلي لك يا ست الكل والدتك. طبعا طبعا. يعني قول لي برضو الكرة بتاخدنا منهم قوي يعني. تاخدنا من كل الناس والله. والدتك كمان كان باباك كورة وولادها كورة، فبتعوضوها ازاي يعني؟ عشان برضو ما والله ما بتتعوضش يعني. انا بقالي دلوقتي الشهر اللي فات ده كله، بقالي شهر ونص مثلا قعدت في بيتي 10 ايام في شهر ونص، يعني بتتكلم في 45 يوم قعدت فيهم 10 ايام في بيتك، ما تشوفش ابنك، ما تشوفش مراتك، ده ما انا تروح، بتكلم مش كمان عارف مش عارف على امك مش مش عارف مراتك. ده انا مش عارف اروح اشوف امي في البيت. الدنيا صعبه جدا، بس الحمد لله انا عندي في البيت مراتي وعندي امي وعندي الناس يعني كل اللي حواليا واهل مراتي، وكل الناس بصراحه يعني واقفين جنبي واقفين في ظهري اكيد لا اكيد. ومسندني قوي، عارفين ظروفي في الكوره فمسهلين على الامور يعني. مش عارف انت اللي هو مش بقى ما اروحش بقى لامي يبقى في قمص، ولا مراتي زعلانه اللي انا في معاق، ما فيش الكلام ده. قول عارف ان ده قول كمان كل عشان بس امي تسمع. ايوه لا ما هم بس طول الوقت هم هيبقوا حاسسينك ان انت مقصر، ده عادي يعني ما تركزش. لكن هم الناس بصراحه يعني، بصراحه امي ومراتي واخواتي وكل واهلي واهل مراتي وكل الناس بصراحه واقفين في ظهري، وانا بحمد ربنا بصراحه على اختياري لمراتي واهلها. الناس اكيد انت واقفه في لما قلت ظهري لي كنت بعيط وهي بتطبطب عليا. بصراحه يعني، لا واقفه جنبي والله واقفه يعني. بص المعدن الكويس بيبان في الشده، مش وانت كويس طبعا بيبان في وقت الشده. طبعا فهي بصراحه طبعا شافت معايا ايام طبعا. كتير كانت صعبه، وكانت واقفه بصراحه في ظهري، ربنا يخليها لك. وكل الناس وامي ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي يا رب بجد. انا ماشي بدعائها والله العظيم. ما ينفعش العب ماتش اللي قبل الماتش كده بنص ساعه لازم اكلمها، اقول انا في الاتوبيس ادعي لي، تقول لي روح يا ابني قلبي وربي راضيين عنك الله والله العظيم. الله بس انزل عارف ان انا هبقى كويس. الله. اليوم اللي انا ما اعرفش اكلمها فيه بقى يبقى خلاص. اكتر حاجة حذرتك منها ايه؟ حذرتني منها؟ لا بص مش قصه حذرتني منها، انا يعني امي خد بالك لا خلي امي بالك. امي الحمد لله رب تعبت قوي في تربيتنا انا واخواتي، لان اكيد ابويا مات اكيد. وانا صغير وساب لامي 4 اطفال يعني. كان عمر كان عنده سنه، عمر اخويا كان عنده سنه، فتعبت قوي بصراحه في تربيتنا. وبصراحه الحمد لله كلنا الحمد لله طلعنا عارف ما يعني. انا من النوع اللي انا لما بشوف الغلط الحمد لله ربنا مديني كده نعمه ان انا بشوف الغلط كده امشي الناحيه التانيه يعني. مش من النوع اللي انا لا بتاع سهر بقى ولا بنات ولا الكلام ده، الحمد لله رب طول عمري. يعني فتلاقيني محدش كان بعت لك رسالة قال لك انت احمد لا بعت لي احمد ده كتير، لا بعت لي يعني ابو برضه انا مش تريكة شيخ، لا انا مش احمد ابو احمد. تريكه، لا انا مش ابو تريكه لا. بس دايما والله الحمد لله كان ليا دايما سقف يعني فاهم. اكيد اكيد كل الناس بتغلط وكل اكيد الناس، ما انا برضو مش يعني مش اكيد قديس يعني، لكن اكيد. بيبقى في سقف للغلط، ما ينفعش خلاص يعني، ما ينفعش ان انت تتعدى الحاجه ديت، ودايما لازم يبقى ليك رجعه. انا يعني امي علمتني ان دايما لازم يبقى في رجعه، ولازم تبقى شايف ربنا أكيد قدامك عشان خاطر الامور ما تبعدش قوي منك. فانا بشكرها والله العظيم فعلا، وبحمد ربنا على اللي هي علمتهولي واللي هي وقفت في ظهري فيه، وعلى دعائها وكل حاجه عملتها معايا. ربنا يخليها لك يا الله رب. يخليك حبيبي يا كابتن. العيلة حراس.